صباح الخير عليكم يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. حابه ابدا معاكم الفيديو باكتر حاجه اتسالت عليها عشان ما تزعلوش مني، وهي ستارة المطبخ، عشان يمكن في ناس كتير متابعاني من قريب مش متابعاني من زمان، فمحتاجين يفهموا او يعرفوا ايه الفكره بتاعت ستارة المطبخ وازاي انا معلقاها في المطبخ من غير ما صوره. بصوا، دي ستارة انا عاملاها كلها تفصيل، يعني في بيج كده على الانستجرام عملتها لي، بس طلبت منهم ان انا مش هعمل لها ماسوره، وان الجزء اللي فوق ده هيكون سكوتش. سكوتش ده ايه فكرته؟ زيه زي اللي بيكون في الشوزات، اللي هو بنلزقهم على بعض في الكوتشي. فانا باخد القطعه الاولى بحطها بدبل فيس، وبعدين القطعه التانية عليها. بصوا هو بيتفك كده اهي، بتتفك كده، واغسلها واتعامل معاها عادي وارجعها تاني. فهي فكرتها ان كلها ملزوقه بالدبل فيس، وعلشان لما احب اغسلها او حاجه بشيل بس بفك السكوتش واحطها في الغساله او اغسلها على ايدي وبعدين ارجعها اعلقها تاني. فهي دي فكره الستاره بكل بساطه. انا عاملاها قطعتين، القطعه اللي فوق دي لان انا عندي الشباك قطعتين، وبعدين القطعه اللي تحت دي بالشكل ده. يا رب تكون الفكرة وضحت ليكم. لو في اي سؤال عندكم تاني عن الستارة اسألوني وانا معاكم. واكيد ما ينفعش نبدأ الفيديو من غير ما ندعي لأهلنا واخواتنا وحبايبنا في فلسطين، ربنا يفك كربهم يا رب وينصرهم نصرا قريبا، اللهم امين يا رب. اكيد كلنا زعلانين جدا جدا على الحاجات اللي احنا بنشوفها، وبصراحة قلبي بيتقطع كل يوم على الفيديوهات اللي بشوفها كل يوم، لدرجة ان انا جيت قلت انا مش قادرة اتفرج خلاص، انا نفسيتي فعلا تعبت وبقعد اعيط لدرجة ان انا بحس ان مش قادرة اتنفس، يعني من كتر الالم اللي بحسه من جوايا. فهم طبعا الله يكون في عونهم يا رب. دلوقتي احنا ما نقدرش نعمل اي حاجه غير ان احنا ندعي لهم، وعرفت ان في كذا مكان فتحوا تبرعات اللي هيودوها لفلسطين، وان شاء الله اتاكد بس ان هي مصادر طبعا موثوقه. دي برضو جزء نقدر ان احنا نساعد بيه، هو ده اللي في ايدينا نقدر نعمله، وندعي لهم دايما في كل صلاه. كلنا بلا استثناء عندنا احساس واحد، ان احنا حاسين بالخنقه والضيقه، حاسين ان احنا مش قادرين نعمل حاجه، مش عايزين، مش قادرين، احنا كمان مش عايزين، ملناش طاقه، ما فيش نفس بصراحه يعني. بس طبعا هي دي الحياه، لازم تمشي، ولازم المركب زي ما بيقول المركب بتمشي، فاحنا بنعمل اللي بنقدر عليه وحياتنا بتكمل زي ما هي، بناكل وبنشرب وبنعمل اكل في البيت عشان عندنا اولاد مسؤولين مننا ودي ارواح، بنشتغل وبننزل شغلنا، لان حتى ربنا مش هيحب ان احنا نسيب حياتنا ونسيب بيتنا واحنا مفيش اصلا حاجه في ايدينا نعملها غير الدعاء. فاهم حاجه؟ بس ان احنا يكون عندنا يقين واحنا بندعي ربنا، ويكون عندنا امل وثقه كبيره في ربنا انه يحقق لنا ان شاء الله اللي احنا بنتمناه. فالدنيا بتمشي، اي نعم احنا في حاجتين مهمين قوي محرومين منهم، هي راحة البال وهدوء وسكينة القلب، احنا محرومين منهم بقالنا فترة طويلة قوي، مش قادرين ان احنا نحس بيهم، بالنا دايما مش مرتاح. بس الحياة بتمشي، مش هكدب عليكم واقول لكم ان انا ما بقتش بخاف من بكره وبنام على المخده بالليل وانا مش مرتاحه وخايفه ومش عارفه ايه اللي هيحصل بكره بسبب الاحداث اللي حصلت حوالينا في الفتره الاخيره كتير جدا تخلينا خايفين من اللي جاي. بس اهم حاجه انا ببقى نايمه وعندي ثقه في ربنا ان اللي جاي مهما كان فهو باراده ربنا، وان ربنا عالم بكل شيء، واكيد ربنا ما بيتمناش لحد حاجه شر. فبسلم كل اموري لربنا وانا عندي ثقه ويقين ان اللي جاي ان شاء الله باذن الله هيكون احسن، وما بقتش بعمل حساب لبكره، بكره يحصل فيه اللي يحصل، احنا عايشين للنهارده، بقيت بعمل حساب لليوم اللي انا عايشاه وبس. اسفه لو طولت عليكم في المقدمه، بس انا حاسه ان كلنا حاسين نفس الاحساس، فحبيت ان انا اريح قلبكم شويه واهدي بالكم شويه برضو، وان شاء الله ربنا يكتب لنا كلنا كده الخير والسعاده دايما، ونفرح قريب باخبار حلوه جدا باذن الله. بقالي كام يوم ما بعملش غير ساندوتش جبنه وكوبايه شاي وبقوم خلاص، ماليش نفس ان انا افطر، ماليش نفس اعمل حاجه. بس انا الكلام اللي قلته لكم انا قلته لنفسي قبل ما اقوله لكم، وعلشان كده كان لازم ان انا النهارده اصحى افطر فطور كويس واصلي ادعي ربنا، وكده احس براحه نفسيه ان انا عملت اللي عليا، وانا واثقه في ربنا ان اللي جاي ان شاء الله يكون احسن. معظمكم شفتوا الفيديو الشورت اللي هو الفيديو القصير اللي نزلته عندي على اليوتيوب من كام يوم، نزلت لكم فيه الكوفي كورنر بتاعي بكل تفاصيله، وكنت مصوراه، لو حد ما شافوش يرجع يشوفه لاني مصوره لكم فيه كل حاجه. ولو في حد ما شافوش برضو، ده الكوفي كورنر الجديد بتاعي، انا حبيت اعمله يكون حاجه هاديه كده وبسيطه، حطيته في الريسبشن عندي، فعشان كده مش حاطه عليه ديكورات كتير او حاجات كتير، لان هو طبعا في الريسبشن، فالريسبشن فيه السفره، فيه الانتريه، ففي ديكورات وحاجات كتير محطوطه، فحابه ان هو يبقى حاجه بسيطه كده على جنب، ما يبقاش برضو عليه زحمه ويشتت المنظر يعني، وخصوصا ان هو قدام باب الشقه.
فبس كده، ده الكوفي كورنر الجديد بتاعي، حبيت افرجكم عليه. بقدم اعتذار للبنوتة اللي كل فيديو بتسألني على السجادة الشاك دي، وانا للأسف بنسى ان انا ارد عليها في الفيديو اللي بعده، فانا بعتذر لك ان انا بجد بنسى. وانا على فكرة كتبته في نوت عندي عشان بنسيش المرة دي. بصي، السجادة الشاك دي انا لسه جايباها من قريب. انتوا عارفين ان انا وسعت شقتي، فالمساحات عندي بقت كبيرة، فمفيش مقدرة دلوقتي ان انا اغير سجادة الشقة كله. فانا عارفة ان السجاد صغير، يعني مثلا سجادة السفرة دلوقتي بقت اصغر، يعني محتاجة اكبر. هنا برضو سجادة الانتري، بس الحين يعني ما ربنا يكرمنا ان شاء الله ونغير نجيب سجاد اكبر. فكان عندي بقى كل الجزء ده فاضي. الاول اصلا السجاد كنت بحسه كبير جدا، دلوقتي بحس السجاد بتاعي صغير. فكان عندي الجزء ده كله فاضي، وبرضو انا كان عندي وقتها ديما كانت صغيرة وكان شتاء والجو برد عليها، فجبت السجادة دي بس حطيتها في النص عشان لو حد معدي يعني او كده. حطيتها في النص، انا برضو بجيبها كده شوية. انا جبتها من كاربت لاند فرع المرشدي، وكان وقتها سعرها غالي لان بصراحة الماتيريال بتاعتها فعلا هي كويسة جدا. اخترتها كده باللون البيج عشان يبقى ماشي مع كل حاجة عندي في الريسبشن. بص، هو ده كده شكلها. بالنسبة بقى هل هي متعبة في التنظيف وكل الكلام ده، بصوا احنا بصراحة الريسبشن ما بنطلعش فيه كتير وما بنقعدش فيه كتير. هنا باب الشقة، فاللي بيدخل، حتى سوري على الجزم المحطوطة دي على اروق دلوقتي، والله انا لسه صاحية. لما بيدخل حد من باب الشقة بيدخل كده على طول على الاوض، فما فيش حد بيدخل على هنا، فهي مش بتتبهدل. يعني انا بغسلها مع غسيل السجاد حتى اللي هي لونها فاتح، بس ما فيش حد عندنا بيدوس عليها بالسجاد بالشوز. الحاجة التانية بقى، لما باجي انظف انا مثلا بكنس الشقه او حاجه، السجاده دي بروح قلبها على وشها وانفضها. الحركه دي احسن حركه بتنظف السجاد الشاك. لو انتوا عندكم سجاد شاك في البيت، لان مامتي عندها، والحركه دي احسن حركه بتنظفه، هو انك تمسكيه تقلبيه على وشه وتنفضيه كده، هتلاقي كل التراب وكل الحاجات الموجوده فيه وقعت، لانه بيبقى سميك شويه، فالتراب او اي حاجه بتقع بتدخل جواه، المكنسه مش بتعرف ان هي تشفطه. بس كده، يا رب اكون فدتك، ولو عندك اي سؤال تاني اساليني. جيت في الفيديو ده بصراحه اجمع لكم معظم الحاجات اللي تسالوني عنها ودايما بنسى، فانا كتبتهم في ورقه علشان اقول لكم عليهم. دي كمان مكوه البخار بتاعت سكاني، اتسالت عنها كتير. انا كنت جايباها من بيج اونلاين على الانستجرام، بس الاصدار ده او الشكل ده ما بقاش بينزل دلوقتي، في اشكال تانية بس انا ما اعرفش هي كويسه او لا. دي المعلومات كده بتاعتي اهي. هي كويسه جدا معايا، خصوصا للمفروشات يعني للملايات وكده، بكوي بيها. ولو حد بقى زي بيحرق الهدوم دايما ومش بيعرف يكوي، فالمكوه دي بجد هتساعده جدا، لان انا دايما كل هدومي اللي جربت ان انا اكويها مش بعرف اكوي خالص، وكل الهدوم اللي انا جربت اكويها للاسف اتحرقت بسبب الحراره العاليه للمكوه. لكن دي حلوه ان هي بالبخار، فما بتحرقش خالص الهدوم. فانا لما بيكون عندي حاجه ومستعجله عايزه اكويها، طرحه، تيشيرت، شيميز، اي حاجه، بكوي بيها بصراحه، كويسه جدا. وماركه سوكاني من الماركات على فكره المحترمه اللي انا جربت منها دي، وجربت منها كمان الكاتل اللي سالتوني عليه كتير، وبرده عايش معايا الحمد لله كويس. فهي بصراحه بالنسبه لي ماركه كويسه جدا. يلا بينا بقى ندخل على طول على المطبخ. انتوا عارفين مفيش وقت عندنا، وخصوصا ان النهارده للاسف صحيت متاخر جدا جدا. مش عايزه اقول لكم صحيت الساعه كام، انا اصلا في العادي بصحى مع ديما الساعه 8 8 ونص وبوديها الحضانه وبرجع ما بنامش. النهارده بقى رجعت نمت، يعني عادي ساعات بحس ان انا كده من حقي ان انا افصل وانام واريح نفسي ومفيش مشكله، وخصوصا مش هعمل حاجه في البيت، هي حاجات بسيطه فمش مشكله، ما عنديش مشكله. فنمت، صحيت بقى ببص في الموبايل لقيت الساعه 12، فكان خلاص اللي هو ايه ده، ديما هتيجي الساعه 3 خلاص وانا لحقت. عشان كده قمت على طول عملت الفطار، فطرت ورحت روقت كده البيت ترويق سريع، اللي هو بس شلت كل حاجه من مكانها ورتبت سريري وكده، ودخلت على المطبخ على طول عشان اعمل الغدا. النهارده بقى هعمل اكله مش كل الناس بتحبها ومش كل الناس بتتفق عليها، ومش عارفه ليه، لان انا بحبها جدا، هي اللوبيا. وفي ناس بتحب اللوبيا مثلا وما تحبش الفاصوليا البيضاء، وفي ناس العكس تحب الفاصوليا. يعني انا عندي اسلام في البيت يحب الفاصوليا البيضاء ما يحبش اللوبيا. انا بحس الاثنين يعني طعمهم قريب، مفيش فرق بينهم، انا بحب الاثنين بصراحه. يعني انا بحب معظم الخضار الحمد لله، بحب الاثنين، بس يعني اللوبيا بحبها اكتر عشان صغيره كده وجميله. فقولوا لي انتوا بتحبوها ولا لا، وبتعملوها في البيت عندكم ولا لا، لان انا عارفه ان الحاجتين دول بالذات بيبقى عليهم جدل كبير جدا، مش كل الناس بتحبها، ودايما تلاقوا في بيوت كده متحيزه لنوع واحد من الاثنين. انا ما بجيبش الاثنين مع بعض، يعني مثلا بجيب لوبيا بعملها وممكن يتبقى اعمل مره كمان عادي،
وبعد لما تخلص روح مغيره بقى، جايبه فاصوليا بيضه، تخلص الفاصوليا البيضه جيب لوبيا، وهكذا يعني. وعملت معاها رز بالشعريه، وكنت بسلق لحمه كمان على النار عشان اخد من الشوربه بتاعتها لللوبيا برضو. بصوا بقى، عايزه اوريكم المصفه الجديده اللي انا جبتها دي، خطيره يا جماعه للرز بجد، حلوه قوي، ومخلت غسيل الرز كده حاجه ايه، سهله قوي. انا كان عندي اللي هو الطبق اللي بيبقى فيه مصفه وبغسل فيه واصفي منه، بس كانت مشكلته بيوقع رز، يعني الرز كان بيفضل يقع منه برضو، الاقي نصه وقع في الحوض. دي بقى فكرتها لذيذه قوي، ان هي زي العلبه ومقفوله من فوق كده، مفتحه فيها فتحات بتدخلي فيها الميه، تشطفي الرز الوقت اللي انت عايزاه زي ما انت عايزه تشطفيه، وبعدين تصفي الميه تملي تاني وتصفي، وهكذا ما بتوقعش بقى الرز، وبتلاقي الرز كده محطوط جوه، فبيبقى بصراحه اختراع حلو قوي. عشان كده انا دايما بنصح العرايس اللي عندي واقول لهم ان انتوا لما تشتروا حاجات للمطبخ ما تكتروش وما تجيبوش كميات، عشان بجد بتنزل حاجات احدث، بتنزل حاجات فيها فكره احلى، بتنزل حاجات حلوه بتبقوا عايزين تجيبوها. فلو انتوا اصلا جايبين كميه وعدد كبير هيبقى حرام تشتروا حاجه تاني. بس انا عايزه اشكركم عشان ماما سمعت كلامكم اخيرا، وهتجيلي بكره ان شاء الله هي وبابا، وتقعد معايا بقى كام يوم كده. فانا ما عنديش حاجه اقدمها لها بكره مع النسكافيه، لان ماما بتحب تشرب نسكافيه، فقررت اعمل كيك واخليها عندي في علبه في الثلاجه تنفعني في طول المده دي، لان انا كمان حتى بحب مع النسكافيه حاجه حلوه. فهعمل معاكم كيك سهله جدا وطعمها حلو قوي. انا هعملها ميكس ما بين الفانيليا، هي اصلا في الاساس كيكه فانيليا، بس انا هعملها ميكس ما بين الفانيليا وما بين الشوكولاته او الكاكاو. دي المقادير بتاعتنا، هحتاج 2 كوباية من الدقيق، 2 بيضتين، و2 معلقة من الكاكاو، 1 كوباية زيت، 1 كوباية لبن، 1 كوباية سكر، 1 باكت من البيكنج باودر، و1 باكت صغير من الفانيليا. بس كده، دي المقادير، وده القالب اللي انا هعملها فيه. انا مش عارفه هو مقاسه ايه بصراحه ومش مكتوب عليه، بس هو ده القالب اللي انا هعملها فيه. هعملها سريعا في الخلاط. فاول حاجه هحطها في الخلاط البيض، وهحط عليه الفانيليا، وكمان ممكن نحط رشه من الملح، احط رشه صغيره من الملح. ضيف معاهم السكر واللبن والزيت، دي كل المكونات السائلة، هضربها كويس جدا جدا في الخلاط لحد لما السكر يدوب، وبعدين نخلطها مع المواد الجافة. المواد الجافة بقى هحط الدقيق، لو الدقيق بتاعكم النوع بتاعه كويس مش لازم تنخلوه، بس لو النوع مش حلو وبيعمل كتل انخلوه احسن. وهتضيف عليها البيكنج باودر، هو عموما يعني الدقيق لما بيتنخل بيبقى احسن للكيك وبيرفع القوام بتاعها، بس انا لاني مستعجلة جدا فمش لازم، ان شاء الله تطلع حلو. خلطت الدقيق والبيكنج باودر بالشكل ده، وهبدا بقى ان انا اضيف عليها المواد السائله اللي احنا خلطناها في الخلاط كده. واخلطهم برضو مع بعض كويس قوي. بصوا ده قوام الكيك كده بعد ما خلطتها كويس، هو ده كده. هاخد بقى نص الكميه احطها في الصينيه بتاعتي كده، انا الصينيه دهنتها زيت ومسحتها بالفرشه كويس، هحط بس نص الكميه بالشكل ده، وباقي بقى الخليط اللي عندي هحط عليه الكاكاو الباودر واخلطه كويس، وهزود له 2 معلقة من اللبن علشان الكاكاو هيتقل قوام الكيك، وهي اصلا القوام بتاعها مظبوط، فاحنا هنزود له بس شويه لبن علشان يبقى القوام بتاعنا مظبوط كده، ونخلط برده الكيك كويس، وهضيفه عليها على طول. هضيف بقى الكيك الشوكولاته الميكس ده، وهيعملوا بقى شكل زي ما يعملوه، هي هتبقى ميكس في الاخر وخلاص. هضيفه كده بالشكل ده عليها من فوق، هدخلها الفرن على درجه حراره 180، بتاخد معايا في الفرن حوالي نص ساعه تقريبا. يعني الحركة دي مش أساسية، بس أنا لقيت عندي شوكلت في التلاجة فهكسرها وأحطها فيها، بحيث إن هي لما تدخل الفرن بقى وتستوي الشوكلت دي هتسيح وهتبقى جواها، بيبقى طعمها حلو قوي. فلو متاح عندكم أو حتى ممكن شوكلت شيبس أو كده تحطوا على الكيك جوه، هكسرها وأحطها عليها. بصوا بقى ده شكلها كده، هدخلها بقى الفرن، وما تطلع هسيبها تبرد شوية وأوريها لكم.
بصوا بقى شكل الكيك لما طلعت من الفرن، سبتها تهدى حاجة بسيطة كده عشان اعرف ان انا اقلبها، وده كده يكون شكلها. هقطعها كمان واوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. طبعا هي لسه سخنة، واللي انا بعمله ده غلط، مينفعش نقطع الكيك وهي سخنة، بس لازم اوريكم شكلها. بصوا هي بتطلع بخار حتى، ده كده يكون شكلها لما استوت من جوه هيل شوكليت. انتوا بقى لما بتحطوها على الوش كده فهي بتنزل، فبتكون محطوطة كده من جوه. بجد لازم تجربوا الكيك دي، هتعجبكم قوي. تعملوها كده مع الشاي او تفطروا بيها، او تحطوها لاولادكم كمان في اللانش بوكس، لانها حاجة صحية ومفيدة من البيت، فتقدروا ان انتوا تحطوها لهم بدل ما يجيبوا حاجات من بره. بجد خطيرة وسهلة جدا، ما بتاخدش وقت، كلها بتتعمل في الخلاط، فمش هتاخد معاكم وقت خالص. ممكن تعملوها بالهاند بلندر، في الكبة، اي حاجة بتخلط المكونات مع بعض تقدروا تعملوها فيها عادي. انا بحتفظ بالكيك كده في علبه، بس انا سايباها بقى تبرد لانها سخنه جدا من جوه، لو قفلت عليها دلوقتي هتعجن وهتبوظ، فهسيبها تبرد تماما وبعدين اغطيها وبسيبها بره عادي طالما الجو كويس، لكن في الجو الحر بحطها في التلاجة. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش طبعا لو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناة ان انتوا تشتركوا فيها، ولو لسه ما عملتوش لايك للفيديو ده اعملوا لايك، عشان اللايك بتاعكم بيشجعني ويدعمني. ان شاء الله استنوني فيديوهات جديدة. انا عارفة ان الفيديو كان بسيط ما فيهوش تفاصيل كتير، بس انا حبيت ان انا اعمل لكم فيديو نفصل بيه شوية، وكمان ارفه عنكم ونحس ان احنا كده قاعدين بندردش ونتكلم مع بعض. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.